مبدئيا وقبل اي حاجة، انا ما نمتش حرفيا علشان الحق اجرب البوكو اكس 3 بشكل مكثف قوي، وان انا انقل لك تجربتي معاه قبل ما انت ما تشتريه. فانا بصور الفيديو ده دلوقتي وانا نعسان ومصدع وعايز انام، ومع ذلك قاعد هشاركك برأيي هو في البوكو اكس 3. فديت حاجة تستاهل ان انت تعمل لايك وتتفرج بقى على الفيديو واحدة واحدة بروقان. انا مش جاي اقول لك المواصفات بتاعة الموبايل، لان اعتقد كل الناس عارفاها، واعتقد كل الناس كانت مهتمه بالموبايل دوت من قبل ما ينزل في مصر اصلا، فاتفرجوا على مراجعات اجنبيه كتيره قوي ليه. وكان اهم سؤال عند الناس لما نزل في مصر اللي هو ازاي موبايل بمعالج اقوى من المنافسين، بكاميرات برضو تعتبر في مستواهم او اقوى منهم، وشاشه 120 هرتز وبطاريه 5000 ملي امبير، والكلام ده كله ينزل بسعر 4000 جنيه، سعر يعتبر رخيص جدا على المواصفات اللي هو بيقدمها. ايه الحاجه اللي معموله غلط في الموبايل؟ ايه المشكله اللي هتظهر فيه علشان تقول لنا ايوه هو سعره رخيص بسبب المشكله ديت؟ فده كان مخليني وانا ماسك البوكو اكس 3 الفتره اللي فاتت ديت بدور على مشكله، بدور على الحاجه اللي هتضايقني فيه. وطبعا لقيت حاجات زي كده، مفيش موبايل بدون عيوب، فانا جاي اقولك على ايه المشاكل اللي قابلتني مع الموبايل. بس خلينا نفتكر الاول مع بعض ليه الموبايل دوت مميز في السعر ده، ليه موبايل كويس. مبدئيا التصميم ممكن يتلخص في جملة ان هو موبايل كبير، مش اكبر موبايل في الكون، الايفون 12 برو ماكس مثلا لسه نازل ويعتبر موبايل اكبر منه كحجم. لو انت حد بتحب الموبايلات الكبيرة عموما ومتعود عليها، فالبوكو اكس 3 ممكن يكون مريح بالنسبة لك. انا شخصيا ايديا بتتملك شوية من الموبايلات دي بسهولة، فهي ناس وناس. بتحب التصميم الكبير هتلاقي ان التصميم دوت عاجبك، ما بتحبوش هتلاقي ان التصميم دوت كرهته، لان هو فعلا يعتبر من الموبايلات الكبيرة. الظهر معمول فيه شغل باين قوي، الملمس رغم ان هو بلاستيك بس انت حاسس ان انت ماسك حاجه نظيفه وكويسه. انعكاسات بصراحه شكلها خرافي قوي، انا مغرم بالشكل بتاع الانعكاسات اللي موجوده في ظهر الموبايل، خصوصا ان هي مش باينه على طول قوي، انت لما بتحط عليها ضوء بس كده هي اللي بتبان جامد. بيبان برضو معاها اللوجو بتاع بوكو، تحس ان انت ماشي ماسك اعلان للموبايل اللي هو يا جماعه انا معايا موبايل بوكو اكس 3. وهي بصراحه مديه شكل حلو للموبايل نوعا ما، بس هي غريبه شويه ان انت تبقى ماسك اسم شركه كبير قوي كده على ظهر الموبايل. بروز الكاميرا اللي موجوده عندك في الظهر عامل فيها دايره، بس هو مش دايره، هو مربع مقطوع من دايره، هي بارزه شويتين زياده عن اللزوم، بس انت مش بتحس بيها لو انت مركب الكفر بتاع الموبايل. لو مش مركبه فلا، الكاميرات بتاعت الظهر بارزه جامد عن الظهر بتاع الموبايل، اللي هو اصلا الظهر نفسه عريض علشان يكفي البطاريه ال 5000 ملي امبير اللي موجوده جوه. بمناسبة البطارية، فهي بطارية عملاقة قوي، حتى لو انت حد استهلاكه تقيل قوي مع الموبايل ماسكه على طول في ايدك، فانا اضمن لك ان هي هتكمل معاك اليوم. سرعة الشحن بتاعتها برضو تعتبر كويسة، في اول نص ساعة بيشحن 50% 55% بيبقى في الرينج دوت، وعلشان يشحن من صفر لحد 100% بياخد ساعة و10 دقايق، ساعة وربع. سرعة الشحن تعتبر كويسة، مش هي اعلى حاجة موجودة دلوقتي في الفئة ديت، بس المبهر بالنسبة لي اكتر او اللي عاجبني اكتر هو المدة اللي بتقعدها معاك البطارية. شاشة الموبايل حجمها 6.67 انش، ودوت حجم يعتبر كبير قوي، مفيش حاجة قطعاه كمان غير البانش هول اللي موجودة في النص. ايا كان الشاشة نفسها، اول لما تطلع من العلبة هتحس ان الالوان متشبعة زيادة شوية، يمكن تكون مش اكتر حاجة اكيوريت. هتخش في سيتنجز هتلاقي عندك ممكن تظبطها، تخليها محطوطة على اعدادات ستاندرد، هتلاقيها ظبطت وبقت احسن معاك. مستوى الإضاءة يعتبر ممتاز، 480 نتس، وبتوصل لأعلى من كده كمان لحد 600 نتس تقريبا تحت إضاءة الشمس المباشرة. طبعا محدش فينا بيبقى ماسك الموبايل بتاعه وقاعد عمال يقيس هي الشاشة مطلعة نتس قد إيه دلوقتي، فهو المهم بالنسبة لك إن الشاشة أنت هتشوف منها كويس جدا وزي الفل حتى لو تحت الشمس. موضوع بقى ال 120 هرتز دوت اتقتل الكلام، اللي هو المعالج ما بيدعموش، الألعاب ما بتدعموش، مش عارف إيه ما بيدعموش، كلام كده فاتي كتير جدا في الموضوع دوت، نصه كان غلط. المعالج اللي موجود هنا بيدعم شاشات ال 120 هرتز دوت، كلام رسمي وديت الحقيقه بتاعت المعالج، ما فيهاش اراء هنا. الالعاب بقى عندك العاب كتيره جدا على فكره برضو بقت بتدعم ال 120 هرتز، يمكن لسه مش كل الالعاب الشعبيه اللي احنا بنحب نلعبها بتدعم الريفريش ريت عالي قوي كده، بس في العاب بتدعمه دلوقتي. الفكره بقى ان انت عندك المعالج اللي موجود هنا مش هيقدر يشغل كل الالعاب على 120 هرتز، لان هو مش معالج فلاجشيب، فلو اللعبه الجرافيكس بتاعتها تقيله قوي وفي نفس الوقت بتدعم 120 هرتز مش هتلاقيه بيجيب ال 120 هرتز كاملين. انما لو اللعبه بتدعم سرعات عاليه كده والجرافيكس بتاعها مش تقيل قوي، فايوه الموبايل هيعدي 60 وهيعدي 90 هرتز ويمكن يوصل لل 120 هرتز على حسب الجرافيكس بتاعت اللعبه وعلى حسب تقيله قد ايه. في كل الحالات انت كده كده اصلا هتاخد اداء احسن من اي منافس تاني في السعر ده، السناب دراجون 732 جي يعتبر معالج ممتاز جدا، مفيش حرفيا معالج بيتفوق عليه
غير السناب دراجون 765، ودوت مش موجود في مصر اصلا لحد دلوقتي غير في موبايل واحد سعره معدي ال 10,000 جنيه. طبعا الريفريش ريت العالي دوت ال 120 هرتز كمان انت هتقدر تستغله وانت بتتنقل بقى ما بين فيسبوك وواتساب وبتعمل سكرول على الويب سايتس عموما، هتحس ساعتها بال 120 هرتز، هتحس ساعتها بالتردد العالي بتاع الشاشه وان هي فعلا ثالثة عن الشاشات التانية اللي موجودة في نفس السعر. طبعا ممكن توفر كمان في البطارية وتخليها شاشة 60 هرتز، بس انا منصحكش تعمل دوت قوي لان كده كده البطارية هنا كبيرة والشاشة 120 هرتز مش هتضر البطارية بالشكل اللي انت متخيله هنا، خصوصا ان هي شغالة بشكل دايناميك. دوت معناها ان انت لو مثلا بتتفرج على فيديو 60 هرتز انت مش محتاج ان الشاشة تكون 120 هرتز في حاجة، فهتلاقي ان الشاشة بتظبط نفسها على 60 هرتز علشان تشغل الفيديو 60 فريم في الثانية وبس على كده، مش هتشغل نفسها اسرع او اقوى من الحاجه اللي هي شغاله، فبتوفر لك في البطاريه وفي نفس الوقت لما بتلاقي حاجه تستاهل ال 120 بتشغل ال 120. اتمنى ان انا اكون وضحت كويس النقطه بتاعه الريفريش ريت والشاشه عموما. المعالج زي ما قلت عليه هو يعتبر دلوقتي احسن واسرع واقوى معالج ممكن تشتريه في السعر ده، ايا كانت اللعبه اللي هترميها للموبايل دوت هيقدر يشغلها بسرعه وبسلاسه عاليه جدا. حاجه زي كول اوف ديوتي مثلا كان بيشغلها على اعلى فريم ريت واعلى جرافيكس في نفس الوقت، فدوت موبايل معمول للجيمنج كويس جدا. كاميرات الموبايل اللي موجوده في الظهر تغفر له شويه ان هي كاميرات بارزه، كاميرات حلوه جدا فدوت بيخليني متقبل ان هي بارزه شويه. في وسط المنافسين التانيين اللي انا جربتهم في نفس السعر دوت اللي هي 4000 جنيه هي متقدمه عنهم بشكل ملحوظ، حرفيا بتنافس موبايلات جربتها بسعر 6000 جنيه والموبايلات دي كان بيتقال عليها كاميرات حلوه في سعرها، فما بالك تاخد نفس الكاميرات اللي انا قايل حلوه اصلا وتاخدها بسعر اقل كتير. انا بصراحه كنت مبسوط عموما من تجربه الكاميرات والتصوير هنا. بالمناسبه صحيح برضو، فانا في الفتره اللي انا كنت بجرب فيها الموبايل كنت مركز جدا اشوف هل في تراب هيدخل في الكاميرا الخلفيه ولا لا، والمشكله ديت ما قابلتنيش تماما فانا ما اقدرش اقول ان هي كانت موجوده. بالنسبه للصوت بتاع الموبايل فهو يعتبر هايبريد ستيريو، دوت معناه ان هو بيستغل السماعات بتاعه الاير بيس او بتاعه المكالمات ان هو يشغلها مع السماعه اللي تحت بحيث ان هي تدي لك احساس السماعات الاستيريو. من الاخر الصوت بتاعه حلو، البيس لطيف، الميد تونز يمكن محتاجه تكون افضل شويه بس تعتبر برضو كتجربه متكامله، الصوت عالي وواضح وانا مستمتع بيه. مش عارف ليه الظهر بتاع الموبايل وانا مشغل اي حاجه بصوت معدي ال 50% تقريبا كنت بحس بالذبذبات بتاعه الصوت او بالخبطات بتاعه الصوت في الظهر، زي ما اكون كده مشغل سماعه وحاطط ايدك على السماعه نفسها. لو انت معلي الصوت في الاخر ومشغل اغنيه فيها بيتس كتيره فانت هتكون حاسس بالموضوع دوت جدا. الموضوع دوت مش مجرد حاجه هتلاحظها بالصدفه، لا انت هتحس بيها بمجرد ما تشغل حاجه بصوت عالي شويه على الموبايل. هل هتتقبلها او هتتعود عليها ولا لا دي حاجه ترجع لك انت، مش انا اللي اقدر احكم فيها. هي طبعا حاجه بتضايق شويه بس مع الوقت بتبتدي تتقبل العيوب بتاعت الموبايل، مفيش موبايل كامل. وبصراحه لما تيجي تبص ليها الموبايل بيقدم باكج حلوه جدا على السعر اللي هو فيه. انا مبسوط من التجربه المتكامله بتاعته، وبالمناسبه دي كمان كانت اول مره ان انا اجرب البوكو لانشر على الميو اي 12 بشكل رسمي من شاومي، فانا اغرمت بيه جدا، حبيت كميه الكاستمايزيشن اللي موجوده فيه، حبيت شكل الكنترول سنتر الجديد، حبيت برضو قوي فكره ان انا اقدر اغير الايكون باكس من الابلكيشن بتاع الموبايل نفسه، بخش على الاعدادات واقوم مغير الايكون باك بالسهوله ديت بس. فهي واجهه لطيفه جدا اعتقد ناس كتيره بتحبها، وهي كمان تعتبر مبلوره التجربه بتاعت الموبايل. ايا كان الملخص بتاع تجربتي مع البوكو اكس 3 ان اف سي هو انه موبايل على قمه ترشيحاتي. انا عاده ما بحبش اقول الجمله ديت، عاده بيكون عندي 3 4 موبايلات في نفس السعر برشح كل واحد فيهم لشخص مختلف على اساس لو واحد بيحب الكاميرا يروح للموبايل ده، لو واحد بيحب الاداء يروح للموبايل دوت. انما هنا بوكو اكس 3 انا شايف ان هو بيقدم لك تجربه متكامله حرفيا، فما فيش داعي ان انا ارشح اكتر من موبايل في السعر ده ولخبط ناس كتيره. دوت دلوقتي يعتبر هو الموبايل المفضل بالنسبه لي في السعر بتاعه. بس كده دوت كان ملخص تجربتي مع البوكو اكس 3، فقول لي انت في الكومنتات هل انت شايف في منافس يقدر ينافسه ولا لا، والاهم طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب علشان تتفرج على اي فيديو هنزله بعد كده. وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو، استنيني في الفيديو الجاي.